مم اخواتي، قبل ما نبدا معكم الفيديو غنشارك معكم هاد البسطيلات بعجين بديل الورقه البسطيله، كيجيو شهوه منهم. غير تبعوا المراحل والحشوه رائعه، اكثر من رائعه البنات. غير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه اللي غندير لهاد البسطيلات. كيجيو رائعين وكيجيو شهوه منهم البنات، كيف ما كتلاحظوا كيجيو كيتقرمشوا. هانتوما كيجيو كيشهيو. غير تبعوا معايا، وخاصه الاخوات اللي عايشين هنا في ايطاليا ما كيسيبوش ورقه البسطيله. هذا هو العجين اللي ديروه عوض ورقه البسطيله. السلام غزالات ديالي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا بصحيحتكم وفرحانين. مهم فيديو جديد معكم. اول حاجه اخواتي غنوجد معكم هذه البسطيلات اللي وريتكم، كيجيو كيشهيو. غير تبعوا معايا المراحل خواتاتي وراكم يعني اللي غيدوقهم غيعجبوهم. مهم اول حاجه غناخذ هذا الدقيق ديال الحلوه. الدقيق ديال الحلوه هذا خديته من اوروسبين. مهم غناخذ نصف كيلو. وهانتوما معايا خواتاتي العبار. ماما تستعمل النصف ديالها. النصف ديالها صافي. وغنستعمل شويه، ندير معها شويه الملح. وملعقه بهذا القياس ديال الزيت. صافي. وغن عندي هنايا الماء. بالنسبه للماء بارد يعني عادي ماشي سخون. صافي وغنجمع العجين عندي. مهم بالنسبه للعجين غير كتجمعيها وكتخليها، يعني بغيتي تعجنيها في الصباح وتخلي تخدميها في العشيه. المهم انا هنايا خليتها واحد الساعه ونصف ترتاح، عاد بديت نخدم فيها. المهم راها غير كتجمعيها، ما دير كام والو. من بعد كتصيبيها مبلوكه. مهم اخواتي كيف ما كتلاحظوا بلا درك بلا والو. صافي غير جمعت العجين وغنديرها في واحد البلاستيك وغنخليها ترخف بين ما وجدت الحريره وبين ما وجدت حتى الحشوه اللي باغا باش نعمر. هانتوما صافي وغنخليها ترخف ليا مزيان لا درك بلا والو. يعني فاش زوينه هاد العجين ما كتضربي فيها لا تماره لا والو، غير كتخلطيها. صافي خليها ترخف واحد الميكا. المهم ندوز نوجد الحريره ونرجع معاكم. المهم هنا اخواتي بديت اول حاجه غندوز الحشوه. بالنسبه للحشوه البنات عندي واحد ثلاثه البصلات مويان يعني متوسطين، وهنايا عندي واحد ملعقه كبيره ديال الزبده. غنخليها حتى تدبال ليا البصله، وغنضيف واحد ثلاث ملاعق من الربيع. بالنسبه للربيع كثرت لانها هاد الحشوه كتبغي الربيع. ومن بعد غنضيف المهم نخليها حتى تشحر ليا. سديت عليها حتى تشحرات مزيان البصله، وعاد ضفت عليها هنا عندي واحد 400 غرام ديال الكفته. المهم بالنسبه للكفته راه كتبقى على حسب داكشي اللي عندك، وعلى حسب حتى شحال باغا ديري يعني شحال باغا ديري من البسطيله. المهم هنايا بالنسبه لهاد الحشوه غتخرج ليا واحد 6 البسطيلات. المهم هنا غندوز كيف ما كتلاحظوا كتبغي ضروري كتبقاي تحركي فيها. كيف ما كتلاحظوا انا راه عطيتها التحرك مزيان باش ما باش الكفته تشحر ليا مزيان وما تجمعش ليا ديك الكفته. وبالنسبه للعطريه هنا، بالنسبه للعطريه هنايا كيف ما كتلاحظوا درت ملعقه صغيره من الكركم، درت شويه القرفه، ملعقه صغيره من القرفه، درت سكنجبير، وضفت شويه الجوزه كتبقى اختياريه. شويه قليل من الجوزه لانها كتعطي مذاق زوين. صافي وغنخلط ثاني مزيان كيف ما كتلاحظوا حتى تندمج ليا العطريه مع الكفته. بالنسبه للكفته البنات خاصها تعطيوها تحرك باش ما تكورش ليكم باش تطيب مزيان.
صافي. هنا اخواتي من بعد ما طابت لي الحشوه عندي هنايا ضفت شويه القرقاع وشويه الزبيب. نتوما اللي عندكم بغيتو تضيفوا المشمش بغيتو تضيفوا، المهم هنا عندي انا الزبيب والقرقاع ضفته. وهنا غندير واحد ثلاث ملاعق من او جوج ملاعق، المهم على حساب انا عندي ملعقه صغيره ديال السكر. ومن بعد مني بعد التحريك كنضيف واحد ملعقه صغيره من ما زهر. الا كان عندكم فاني ديال الزهر ديروه، انا عندي هنا ما عنديش، درت غير ملعقه ديال الماء الزهر. صافي هنا اخواتي ضفت البيضه الاولى كيف ما كتلاحظوا، كنبقى نحرك خاصكم تعطيوها التحريك باش ما تكورش ليكم وتبان بحال اومليط، خاصكم تعطيوها التحريك تدخل في العناصر كامله. المهم ضفت البيضه الاولى ونضيف البيضه الثانيه حتى تندمج ليا، وعادة غنطفي عليها. اخواتي من بعد ما ارتحت ليا العجينه هانتوما كيفاش كتعود مدلوكه راسها. دابا غندير كويرات صغار على الحجم اللي باغي نتوما، انا غندير هاد الحجم هذا. المهم غنكمل لوليب ورجع معاك لوليب ورجع معاكم. صافي البنات كيف ما كتلاحظوا غطيتهم بهذا الميكا، نخليهم واحد بلاستيك غذائي، غنخليهم واحد 5 دقائق يرتاحوا ورجع معكم. المهم من بعد ما ارتاحوا واحد 5 دقائق غنبدا نبسط فيهم عادي كيف ما كتلاحظوا اخواتي، كنبسطهم مزيان. تحاولوا ما تقطعش ليكم كيف ما انا غتقطع ليا واحد شويه هذيك التقطيعه لا اخواتي. المهم غندهنهم بالزيت، حاولوا تدهنوهم بالزيت، ومن بعد عاد غضيفوا عليهم شويه واحد ملعقه ديال الزبده وديروهم كشكل مسمنه عادي. المهم غنعاود معكم واحده اخرى كيف ما كتلاحظوا على شكل مسمنه، كنبسطها كنضيف الزبده حتى الاخير صافي، وغنديرها على شكل مسمنات ونخليهم يرتاحوا. من بعد ما ارتاحوا غنبدا بالاول مسمنه اللي ضفت صافي، كنبدا نبسط فيها، وكناخذ واحد الطاجين كيف ما كتلاحظوا دهنته بشويه الزيت وغنديروا. المهم نعاود نبسطها مزيان حتى تجيك على الفم ديال الطاجين صافي، وكتبداي تضيفي في الحشوه كيف ما كتلاحظوا وصافي، وكتجمعيها عادي. راهم كيجيو كيشهيو بهاد العجين، غير جربوه اخواتو. هادو البسطيلات اللي درت انا مالحين وحلوين، ولا بغيتو ديروا بسطيلات حلوين يعني بالقيمة، مازال غنشارك معكم بزاف الوصفات ان شاء الله في هاد رمضان. صافي كديروا في الطواجين كيسهل لكم الامر، كيجيو بهاد الشكل كيجيو رائعين اخواتي. مهم غنعاود معكم وحده اخرى ان شاء الله كيف ما كتلاحظوا كتبسطيها عادي صافي، وكديريها على الفم ديال الطاجين صافي، وكتضيفي الحشوه صافي، وكتجمعيهم عادي. صافي اخواتي هنا ندهنهم بالبيض، بصفر البيض والزبده صافي، وغندخلهم للفران. ماما ندخلهم الفوق، ومن يطيبوا ليا غنهودهم لتحت يتحمروا صافي، ونخرجها ونطلقها معكم ان شاء الله. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. صافي من بعد ما دهنتهم صافي غنثقبهم البنات بهذا الشكل، عاد ندخلهم ماما. المهم اخواتي طابوا لي هاد
البصيطلات اللي شاركت معاكم. غنوريكم الشكل كيفاش كيجي. وهانتوما البنات باقيين سخان، كيجيو مقرمشين، غير جربوهم راه كيجيو زوينين. المهم غنخليهم هادو بهادو، وغندوز نحضر معكم كيف ما عندي هنا الحوت، هاد الحوت اللي كنت شاركت معكم منين خديته. وهنا عندي الخضرة اللي عندي، الفلفلة اللي قطعتها الدوائر، والبطاطا المهم الفلفلة والبطاطا والبصلة والحامض. بديت نايا. المهم وهنا عندي العطرية العادية ديال الحوت، وحكيت غير واحد المطيشة والثومة والربيع والكمون والعطرية العادية. غندوز ندير نخلطها، والملحة ديجا ضفت هنا الملحة في الخضرة، وغنضيف هنا الملحة درت هنايا، ودرت الخضرة هي درت عليها شوية الملح صافي. وغندوز نقاد هاد الحوت ورجع معاكم. المهم جربوا هاد البصيطلات، راه كيجيو شهوه منهم هاد الناس، راه شهوه منهم. هانتوما البنات راه بحال دايره الورق البسطيله، وهي راه ماشي ورق البسطيله، غير هذاك العجين اللي شاركت معكم كيجيو رائعين. هذا ما كان خواتاتي. المهم غندوز دابا غندير عطريه الخضره، باش الخضره هي تاخذ حقها من العطريه. وغنضيف هنا الحامض، وغندوز ندير هاد الحوت صافي. درت هنا الخضرة وغندوز ندير الحوت، وغنضيف زيت الزيتون من الفوق، وندخلو الفران. المهم اخواتي كانت هذه هي طبيعه الفطور ديالنا اليوم كيف ما كتلاحظوا. سلقت شويه البيض، صاوبت شويه شلاضه ضروري شلاضه البنات، غير الخس والخيار والبسبات اللي قطعتهم. وبالنسبه للبسطيله هي هذه كتجي كتشهي، غير جربوها راه كتجي رائعه بهذه الحشوه. غير تبعوا داكشي اللي قلت لكم البنات وغتصدق لكم وتجيكم زوينه. صافي كان هذا هو الفطير بسيط وعادي. الله يجعل البركه. درنا يعني درت شويه شلاضه شويه الحوت يعني. وبالنسبه لي انا البنات راه كندير فطور وعشاء يعني، من بعد كناكلو غير شويه ديسير وصافي. ودرت شويه العصير ديال الفريز، ان شاء الله نشاركو معكم شي فيديو كيجي رائع رائع. درتو عجب الاخ ديالي قال لي زوين، سولني قال لي اشنو دايره فيه، ان شاء الله غنشاركو معكم. صافي كانت هذه هي طبيعه الفطور اخواتي. كان هذا هو فيديو اليوم، كنتمنى ان اعجبكم، وما تنساوش دعموني باللايكات ديالكم، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله، والسلام عليكم وتهلاو في رزقكم.